زميلنا الأستاذ الكبير عبد الرحيم علي كاتب الصحفي رئيس تحرير بوابة نيوز. مساء الخير يا أستاذ عبد الرحيم. سموك هشام يا حبيبتي. أهلا بيك. من هو خالد فوزي؟ اللي هو خالد فوزي زي ما قلت حضرتك هو ضابط عمليات بامتياز. في بعض المعلومات اللي قلتيها صحيحة بالطبع، لكن في بعض المعلومات يمكن طب صلحها لي لو خاطئة. تفضل. عايز أقول لك بس ثلاث ملاحظات الأول قبل ما نقول معلومات. الملاحظة الأولى إن ده تاني رجل يلقص جهاز المخابرات العامة من داخل الجهاز. نعم. أول واحد رقص هذا الجهاز كل اللي كانوا بيجوا من بره الجهاز. إما من وزارة الحربية أو من أي، المهم بيجي من بره الجهاز، من أول عمر بن سليمان وغيره، كان عمر بن سليمان قائد سلاح وده يجوا من بره. الوحيدين اللي جم من جوه الجهاز كان اللي هو رأفت شحاتة وكان وقتها يرقص سيكريت سيرفيس او العمليات السريه، هيئه العمليات السريه، واللي هو خالد فوزي وكان مساعدا لرئيس الجهاز لهيئه الامن القومي اللي هي يمكن هي والخدمه السريه للناس اللي بيفهموا شويه في المخابرات معاهم هيئه المعلومات والتقديرات، دول اهم ثلاث هيئات داخل جهاز المخابرات العامه. فدي ثاني مره، ودي ليها ميزه ان كل اللي كانوا بيجوا من بره الجهاز بيقعدوا لهم سنه ونص عشان يفهموا ميكانيزم عمل الجهاز، ومين اللي شاطر ومين اللي وحش ومين اللي حلو ومين يروح ومين يجي. اللي بيجي من جوه، ودي ميزه خالد بيه فوزي، انه من دي وان بيشتغل عارف مين ده ومين ده ومين ده وده كاريره ايه وعارف التركيبه. ماشي فاهم؟ دي حاجه. الملاحظه الثانيه ان اللي هو محمد طارق نائب بتاعه جاي من جهاز الخدمه بالظبط، وكنت فعلا عايزاك تتكلم عليه. محمد طارق اللي هو نائب رئيس جهاز المخابرات، هو جاي من الخدمه السريه، فالاثنين بيكملوا بعض. واحد جاي من مكافحه الجواسيس في الداخل، والامن القومي الداخلي اللي هو خالد فوزي، والثاني مع حفظ الالقاب طبعا، والثالث جاي محمد طارق من الخدمه السريه اللي هي الجهاز اللي بيشتغل على الخارج على صياغه جواسيس الخارج وتجنيد عملاء لصالح مصر في الخارج. ودول اهم الحقيقه وحده ادارتين او هيئتين كبار في جهاز المخابرات العامه. فلما الرئيس السيسي يختار واحد خبير في ده وواحد خبير في ده يكملوا بعض، انت كده حبكت الدنيا كويس. الملاحظه الثالثه المهمه، لماذا خالد فوزي في هذا التوقيت؟ وهنا تيجي بعض المعلومات. خالد فوزي عشان كده مثلا حكايه 2011 ان هو جاب الجاسوس وبتاع، دي حكايه مش جنبها الصواب. هو وقتها كان ماسك قطاع اسكندريه. كان ماسك قطاع اسكندريه اللي هو بيضم اسكندريه ومرسى مطروح والسلوم والبحيره، قطاع بحري كله، ده قطاع يساوي قطاع القاهره كله. يعني رئيسين القطاعين دول اهم رؤساء هيئه الامن القومي. بعد كده جه في 2012 لما جه اللي هو مراد موافي، هو جه مديرا لمساعد ومدير هيئه الامن القومي. هيئه الامن القومي من 2011 تناوب عليها تقريبا اربعه. اربعه. طب ليه في التوقيت ده بالذات؟ ما انا هقول لحضرتك ليه بقى في التوقيت دوت، لانه تناوب عليها اللي هو مصطفى عبد النبي واللي هو جلال فتح الله واللي هو ابراهيم عبد الرؤوف، وبعدها على طول خالد بيه فوزي. ودلوقتي حد ليه خالد فوزي؟ لانه انت فاكره الرئيس في كل مره يقول ايه؟ كل خطب الرئيس من يوم ما اختير ب 97% رئيسا للجمهوريه عنده لفظ واحد بيقول. واحد ان احنا بنتعرض لمعركه وجود. اثنين ان انا بحتاج الوحده الداخليه في المجتمع بشكل قوي جدا. عشان كده ما تقولوش حاجه اسمها نظام السيسي وبتاع، اسمها دوله. وتعالوا نحافظ عليها، والخطر هيجينا من جوه مش من بره، سيبوه لنا قصه بره دي خالص. وهنا لما تجيبي حد قعد 32 سنه في جهاز الامن في هيئه الامن القومي بتشتغل على الجاه، يعني ايه لميس هانم؟ يعني حافظ لميس هانم اعلاميا من يوم ما اتولدت لحد دلوقتي هي بتعمل، عارف كل القيادات السياسيه في البلد بلا استثناء، عارف كل المؤسسات الداخليه في البلد بلا استثناء، عارف كل الاعلاميين الكبار في البلد بلا استثناء،
عارف ميكانيزم العمل الداخلي بين الهيئات الامنيه المختلفه، ومخابرات حربيه، امن دوله او امن وطن دلوقتي، مخابرات عامه، عارف ادق تفاصيل جمهوريه مصر العربيه من ايه؟ من السلوم لشلاتين، حلاب وشلاتين. مفيش شبر فيها ما يعرفش، بتتعمل فيه الصبح والظهر وبالليل. بس عمل رئيس جهاز المخابرات مش له علاقه بالخارج اكتر من كده؟ مظبوط يا فندم، مظبوط. انا لسه بقول لك ليه هو؟ لان الرئيس لسه مركز على الداخل الايام دي، الخارج ده مش بقول انا. وعشان كده اختار الناس بتاعه خبير في الخارج. خبير في الفلسفه السياسيه، هو كان حاجه كبيره في جهاز الخدمه السريه في الخارج. فبالتالي لما انا اجيب ده واجيب ده، مع انا عايز اربط الدنيا في الداخل والخارج، لكن عايز اقوي الداخل لان الضربه هتجيني من جوه. لا قدر الله لو في ضربه هي جايه من جوه. ايه المطلوب، ايه المطلوب من اللواء خالد فوزي في رايك؟ هو عارف المطلوب منه. يعني انا اعتقد ان تعليمات الرئيس واضحه، حمايه الجبهه الداخليه من الاختراق اهم واجبات خالد فوزي دلوقتي، هي حمايه الجبهه الداخليه من الاختراق. سواء اختراق بقى التنظيم الدولي للاخوان، اختراق داعش، اختراق دول اقليميه، اختراق مخابرات عالميه. وانا يعني في المرات الكتيره اللي قعدت فيها مع الرجل وجها لوجه، كان الحقيقه فاهم قوي 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 مين اللي بيشتغل في مصارين البلد دي من جوه، مين اللي مطلع مصارين البلد دي بره وقاعد يقطع فيها، مين القوى اللي كانت البلد دي كويس قوي هو حافظها وعرفها بالاسم، مين القوة بتتمول من مين هو عارفها بالاسم. هل صحيح يا استاذ عبد الرحيم انه وقف امام محاولات الاخوان لاختراق الجهاز؟ الحقيقه كل الجهاز، كل الجهاز. وهنا في ملاحظه بس، عشان اللي هو رافض شحاته كان ظلم قبل كده لو فاكرين حضراتكم، انه لما اقسم وحط ايده على المصحف، فالناس قالت ده تغيير بالقسم والاخوان بيستخدموا مصحف وهو اخواني والبتاع، انت شفته النهارده شايفينه قدامنا بيحلف على المصحف، ماشي يا فندم؟ فده قسم الجهاز اللي بيحلفوا عليه من سنه 72، مش جديد الحكايه، بيقسم على كتاب الله وله قسم مختلف عن رئيس الجمهوريه والوزراء وغيره، عشان بس ما يعني ايه نظلمش يعني الناس اللي فاتت. وبالتالي الجهاز كله للامانه وقف رجل واحد ضد اختراق الاخوان. نعم. يعني يمكن 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 واللي يسمحوا لي يعني بده، المره الوحيده اللي دخل فيها المرشد العام وغيره وغيره هذا الجهاز، كان بمنطق معرفه ما يجور في اذهان الناس دي، وبخاصه ما يتعلق بالحدود بتاعتنا والمصالحه الفلسطينيه واداره المعركه على الارض. يعني نسمع هؤلاء الناس تشوفهم بيعملوا ايه، وما يبانش ان في نوع من انواع الايه الصدام المباشر، واللقاء ترتب على هذا الاساس. لكن كان في اولا مثلا رفضوا تماما يعملوا فرقه، وبالمناسبه هم والمخابرات الحربيه والامن الوطني طبعا. فرقه يعني ايه؟ يعني فرقه اختيار ضباط شفان ينضموا للاجهزه دي. اول فرقه اتعملت سواء في المخابرات العامه او في الامن الوطني او في المخابرات الحربيه بعد الرحيل بعد 30/6 مثلا بست شهور. في اوائل 2014. ليه؟ عشان الاخوان ما يدخلوش حد مخترقين هذه الفرق ويدخلوا حد هذه الاجهزه. نعم. خالد فوزي مثلا عنده رؤيه في الاعلام مرعبه. يعني عارف ايه دور الاعلام، وكان دايما يتكلم عنك وعن عمرو وعني وعن مين وعن مين وعن مين، باعتبار ان دي القوه الناعمه لمصر مثلا. كان يسميها كده، ان دي القوه الناعمه لمصر، ان انتوا اللي استبدلناكم بعبد الحليم وام كلثوم والمسلسلات المصريه. لا، الاعلام المسيطر دلوقتي في العالم مسيطرين، عشان عندنا اعلاميين كبار بيخترقوا البيوت العربيه والبيوت الافريقيه والعالم كله. عنده رؤيه في السياسه، عارف مين الاحزاب اللي عندها رؤيه وطنيه وعندها اجنده وطنيه وبتتعامل بوطنيه، ومين اللي ما بيعملش كده. صحيح. عنده الاهم من كده، ودي حاجه
يعني احيانا الواحد كان بيختلف معاه فيها ويتفق معاه فيها، فكره التفكير خارج الصندوق واستخدام اي اليات مناسبه لانقاذ مصر في التوقيت المناسب. يعني احنا هو دايما يفكر خارج الصندوق، طالما البلد في حاله خطر يبدا يفكر خارج الصندوق. نعم. ويبدا يشتغل، بالاضافه للحب الجارف اللي بيحبوه لي زمايلي، وده مهم طبعا جدا في العمل. اشتغلوا معايا الحقيقه. نحن امام حقيقه رئيس جهاز استخبارات بامتياز، رجل مخابرات بامتياز، عنده نائب رجل مخابرات بامتياز، تحتاجهم هذه اللحظه. مصر في لحظه تاريخيه نتعرض لخطر كبير، امل ان يساهم معا ويساهم هذا الجهاز الكبير ومعه جهاز المخابرات الحربيه وجهاز الامن الوطني في صد كل الجهات التي تريد ترقيع مصر او تريد النيل من مصر في هذا التوقيت. بنقول له مبروك وبالتوفيق. بالتوفيق. ونحن نثق وفي قدراتك، سير على بركه الله. احنا كل مصر تتمنى لك الخير ان شاء الله، بالتوفيق ومعاك على طول الخط لحد ما نبحر. هذا العدوان المستمر على مصر الحقيقه من سنتين ثلاثه، وان شاء الله ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا استاذ عبد الرحيم علي، الكاتب الصحفي والرئيس تحرير بوابه نيوز.